معك طالبة تاع بكالوريا 2024 شعبة لغات أجنبية مع التوأم تاعي. بون لا ريفيزيون تاع الباك تاعنا بدات من ديبي دلاني، بدينا اشاك فوا نريفيزو اشاك لوسون ولا الحاجة اللي نديروها نريفيزوها نرجعو للدار نحفظو. وهذيك هي كنا نفوتو في اشاك تريمس كنا نفوتو ليكزام تاعنا لحق الباك بلون. كي لحق الباك بلون فوتنا الباك بلون عادي، كانت نتائج ما يعني مليحة الحمد لله. زدنا كما يقول لك دائما من مر الباك بلون تزير شويه للباك نيشان، فيها تحضيرات كنا نوضوا الصباح كيما كي نصلوا الفجر نرقدوا بكري، وكي نصلوا الفجر هذيك هي من 6 ولا 5 ونص رانا قاعدين نراجعوا جويه 9 ولا ثاني نهبطوا نديروا فيها شويه هكا كيما نقولوا راحه شويه، ما عرفناش منعاونوا ماما هكا عفسه ولا ثاني من بعد نقيلوا شويه هذيك لا سياس تاع كي نصلوا الظهر من بعد نوضوا واحد سويعه ولا سويعه ونص نوضوا. زعما من البدايه ملي بدينا وحنا ريفيزو في الفصل الاول كي كملناه هذيك العطله اللي عطاوها لنا عاودنا ريفيزينا كاع وجدرنا، ومن بعد كي دخلنا ثاني للفصل الزواج كنا ديجا مريفيزيين وكملين تاع الفصل الاول. ثاني عاودنا دينا العطله تاع الفصل الزواج درنا ثاني ريفيزيون تاع الفصل الزواج، دخلنا الفصل الثالث واجدين ريفيزو مع بعض بصح في زعما هاك حفاضه ولا انا نحفظ وحدي وهي تحفظ وحدها ومن بعد نعاودوا نعرضوا على بعضياتنا ولا هكا في فهمه كيما انا مليحه في المات ولا نفهمها ولا هي في الفرنسي ولا في لونغلي هكا ولا كشفايس ادب ولا تفهمني هكا كش حاجه مانيش فهمتها ونحلوا لي سوجي مع بعض ولا هكا والدورات نديرهم ثاني مع بعض. انا اختي توام هي رفيقه دربي منذ الصغر، نتمنى ان شاء الله نجيبوا الباك هذا العام مع بعضياتنا وبمونسيون شباب وفرحوا والدينا والناس اللي تبغينا راهي تسنى فينا ان شاء الله.